اذا بغيت اروح اروح ما رد على هواك. اي والله العظيم ما برد عليك. عاد ب20 عاد ب20 سعرك ب20 بس؟ شلون انا اسوي شلون يعني؟ ها؟ شلون اسوي ب20؟ محطوط وراك ستيكر سعرك ب20 شو؟ اسوي له التيكس. والله لو انا منك عادل ادبه ما اخليه له والله. ادبه يا عادل ادبه. قص عليك قص عليك. حط له ادبه تقص على يجيني. من اللي حط الاستيكر وراه؟ ها؟ انت صح؟ تحط على ولد عمي استيكر ب20؟ ما تستح على وجهك. ما يسوى اكثر. انت تعرف من قاعد تتكلم عنه؟ فتح عيونك علي زي كذا على خواجك. هيك دقيقه بس. شلون تخلي يحط عليك ستيكر ب20؟ شو اسوي وياه؟ ادبه يا عادل ترى ذي والله خوفته بس تعال له بقوه ويخاف. راح انا كفو كفو تعال بتروح كمل عليه كمل عليه كمل لا تخاف لا تخاف مصري يعني مصري قدك 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 كفو كفو عدونا مزح شباب لا 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 خلاص اسف اسف يا ابو كيان تعال تعال بعد عمري تعال 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 عندي سالفه وياك عندي وياك سالفه عند عندي وياك سالفه عند البحر تعال بعد عمري تعال 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 الرمل يقولون يعطي طاقة إيجابية. لا 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 أبو كيوان لا لا. مساكم الله بالخير يا هلا والله فيكم سهلا وحياكم. أطمنكم الحمد لله طيب والله الحمد بسك لفحة هواء من المكيف شوي وتعرفون يجي هذه يسمونها شو اسمه العصب السادس ولا لا أبو إيش؟ السابع يسمونه السابع. السابع السابع. إيه. والحمد لله وجه زي الوجه زي اللي علق بمعصر وجه زي المعلق ايوه من المكيف المكيف حل خلوه في وجه كذا ورقد البوست تدري مكيف ما ادري شلون يجيب المرض اي والله ثلج صقع في وجه ابو معاذ بعدين ابو معاذ صار وجه معلق سوى كذا اي والله وش سبب وش سبب تراه انت انت اللي انت اللي انت اللي اقول لا لا انت اللي تزن علي تعال بالواصل اليوم وين انا وانا السبوح لان كنت بعد سباح اقول لك ليومين وانا مبرة ما عندك احسن من نومتي وقال لك الباص ما اشرح لي مكيف انا حبيت بس اخليك يعني عشان من الحار ما تمسك لها خلي بالحج لا تاكلني بالحج في انت اللي شرت علي اي انا قلت لك تعال ارقد داخل عن الحار انا ابي تعويض تعويض يبا والله تعويض منك انت يبا اني طقك والله ما طقيته والله ابي تعويض منك انت انت اللي شاري العلي وانت قاعد تزن علي الا نم هنا نم هنا خلاص اسوي لك مكروني ابو ديك يبا لا 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 انا سالت الدكتور قال 5000 ريال هذه منك ريح بس 5000 والله ما يمنك يبا ما سويت لك شيء ما سويت لك شيء والله ما يمنك ما سويت جه جه الحمد لله يعني ما في شيء شوي بس كذا شلون؟ غطيت بفراش البر وشلته مرة واحدة الساعة تقريبا الساعة 6 كذا طلعت إلا ضربة الهواء